مرحبا بمجيئكم في حفلنا، والله يجزاكم خير، أبارك حق الناس اللي جاوا والمعاريس اللي معانا اليوم حفلهم وعراسهم، والله يجزاكم خير على التغطية المعتادة من قناة الريان، بيض الله وجيهكم. مبارك لمعرسنا، والله يوفقه ان شاء الله في حياه جديده، وان شاء الله الفال لجميع الشباب العزوبيه نوصيهم ونحثهم على هالشيء، وهذا الشيء سنه في الحياه. ونشكر طبعا الاخوان، نشكر الضيوف والزملاء والاحباب، وفي ناس جايين من دول مجلس التعاون وكذا يشاركونا افراحنا، فاحنا شاكرين للجميع في هذه المناسبه الطيبه ان شاء الله. أشكركم على تواجدكم على تغطيتكم الحفل، ونهني ولدنا سالمين بن محمد، الله يبارك له ويتم على خير، والشكر موصول لجميع من حضر من أهلنا من قطر من الإمارات من السعودية، وجزاكم الله خير، والله يتم الأفراح عقبال جميع العزوبية إن شاء الله. احنا جايين من الرياض مباركين ومهنين ابن عمنا سالمين بن محمد وعيال عمي عبد العزيز وعبد الله والشباب كلهم مباركين، والله يوفقهم ان شاء الله ويجمع بينهم على خير ان شاء الله، الله يحفظك ويطول عمرك، شاكرين لكم، الله يسلمك ويطول عمرك. أولاً أبارك لأخونا سالمين بن محمد ويستاهل على البركة إن شاء الله، وأنصح شبابنا والإخوان بالزواج المبكر، فيه بركة وعفة، والله يبارك ويوفق إن شاء الله الجميع. بارك حق ولد عمي سالمين بن محمد وحق اخوانه وعيال عمه كافه، وحاب اوصي الشباب كلهم ان شاء الله انهم يقدمون على هذه الخطوه، فان الرسول عليه الصلاه والسلام وصى بهذا الشيء وقال في الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج، وان شاء الله انا ان شاء الله على نهايه السنه عرسي ويشرفونا الشباب والجماعه كلهم. We'll be right back.
أول شيء نحن جايين من الإمارات مباركين ومهنين لولد العم سالمين بن محمد الجابري والآل سالمين الجابري الكرام، الله يبني بيته على خير ويوفقه إن شاء الله ويجعله بيتا عامر إن شاء الله بذكر الله. ألف 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 مبروك لأخونا وحبيبنا سالمين، الله يوفقه إن شاء الله، وجينا نبارك له ونشارك الفرحة والله يسعد إن شاء الله وعقبالك العزاب إن شاء الله. مرحبا بك وبالحضور اللي تعنا وهل المحل، مرحبا بهم ومسهلا منا إلى ما له مدى، ونرحب بهم في مكانهم الثاني ومشاركتهم فرحتنا، والله العظيم إنه عز ما علينا حضور واحد منهم في مثل هذا اليوم. يا مرحبا ومسهلا بك وبهم. مرحبا بالجميع اللي حضر، وبارك العلي بن راشد ولد عمي معرس معي الليلة، وبارك للجميع ومرحبا مليون ومرحبا باللي حضر. أول شيء مرحبا بغناة الريان وطاقمها، ثاني شيء مرحبا بالضيوف اللي جاوا من خارج البلاد واللي من البلاد، اللي من قطر واللي من خارج قطر، نقول مرحبا مليون وبارك لعيالي في زواجهم، الله يوفقهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ليس هناك تهنئة أفضل إلا من ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير. هذا اللي نتمناه للعريسين هذه الليلة، والله يوفقهم إن شاء الله ويرزقهم الذرية الصالحة. Thank you.
شيء طال عمرك نحب نهني ونبارك آل مقارح الكرام بمناسبة زواج أبنائهم، وهذه أبرك الساعات الحمد لله. يعني الدعوة هذه طال عمرك نحن لبيناها، الجماعة هذه لرفاقتنا وأخويانا، والتقينا بمجموعة بكثير من الأصدقاء في هذا الزواج، والله يبني بيتهم إن شاء الله بالرفاه والبنين وعقبال للشباب الباقيين إن شاء الله. حياكم الله، الليلة عرس المقارح، الله يبارك لهم ويوفقهم ومبارك المعاريس كلهم. وأنا من مؤيدين المعاريس شباب، يعني نأيدهم الشباب إذا عرسوا نستانس نرزف في لعبهم وفي عرسهم ومبارك لهم، والله يوفقهم جميع وبالتوفيق. أعتبر نفسي أنا من أصحاب الحفل، وأبارك لإخواني فيصل بن الحميدي وعلي بن راشد بن علي وبالرفاء والبنين إن شاء الله، ويجعله في بيت الصيب والنصيب. أهني آل مقارح بمناسبة زواج أبنائهم فيصل وعلي، ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير. الله يبارك فيك ونورتونا، ما قصرتوا الجميع، انتوا نورتونا واللي جاء واللي تعنا ما قصرتوا، كلكم على راسي ان شاء الله. شيء أبارك للمعرس واللي هو ولدي إن شاء الله، وأبارك لجميع العالم والشباب اللي قادمين على الزواج، وأبارك لهم كلهم، والحمد لله وأشكركم على مجهودكم، أشكركم على التصوير، أشكركم على كل حاجة أنتوا عملتوها وقمتوا بالواجب، وقناة الريان ما قصرت يعني، وأنتوا الخير والبركة إن شاء الله.
أبارك لأخوي، الله يبني بيته إن شاء الله ويوفقه ويتمم له على خير. أشكر قناة الريان حضورهم والتصوير واللقاءات، ويا مرحبا بالجميع. في النهاية عرس أخوهم وصديقهم، وإن شاء الله الفال للجميع إن شاء الله. شيء بعرسنا ونشجع الشباب إن شاء الله، نقول لهم يعني استعدوا يلا تفضلوا تعالوا يا أخوي على الزواج، ومحتاج الصلاة موجودة وكل شيء مهيئ لكم. الحمد لله رب العالمين قادرين لنا، شيوخنا ما قصروا كل شيء جابوه، الحمد لله عندكم، بس استعدوا يلا على الزواج إن شاء الله. الله يبارك لهم إن شاء الله، تمم لهم على خير. مرحبا بالجميع، والله يبارك للمعرس ويبارك حق الجميع إن شاء الله، وحياكم الله في العرس والتوفيق للجميع إن شاء الله. إن شاء الله الله يبني بيته، والله يبارك له إن شاء الله في يومه، والله يوفقه في حياته الجديدة، وبس الله إن شاء الله يرزق الذرية الصالحة. إن شاء الله يبني بيته، عسى فراحهم إن شاء الله دائمة، والله يوفق الدنيا وآخر إن شاء الله.